معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتورة مروة عودة، المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، نعرف منها تفاصيل أكتر. صباح الخير عليك يا مروة. صباح الخير، مبروك. الله يبارك في حضرتك. ماشي، يعني في البداية حابين أن أنت تعرفينا عن العرض اللي كسبتي من خلاله المركز الأول في مهرجان. إحنا من خلال التقرير شايفين دلوقتي أنك عندك ستايل مختلف بيكي أنت في أزيائك، خليني أقول خط كده لوحدك خالص. احكي لنا عن العرض ده، عملت إيه وإيه الأزياء اللي كانت مختلفة فيه؟ هو عرض سعادتي أنا. المخرج كلمني حوالي من، يعني بنشتغل فيه بقالنا سنتين. هو يعني تناوله بنفس الأسلوب الكلاسيكي بتاع برنارد شو، لكن يعني كان حريص جدا إن هو يعني يخلي اللغة باللغة المصرية الدارجة. دخل فيه مجموعة من الاستعراضات، ودي كانت الحقيقة المساحة اللي أقدر أشتغل فيها وأبين فيها يعني إبهار في منطقة الأزياء. حاولنا على قد ما نقدر إن إحنا ما نتحطش في مقارنة ما بين العمل دوت والعمل بتاع الأستاذ فؤاد المهندس وشي ويكار، وكمان العمل بتاع السينمائي بتاع برنارد شو. فحاولنا على قد ما نقدر إن إحنا يعني نهتم او نخلينا مركزين في التفاصيل وفي المرجعيه التاريخيه اللي هي سنه 1900 في الفتره التاريخيه دي، وفي نفس الوقت ان احنا نعمل الهويه بتاعتنا بالاسلوب المصري والشخصيه بتاعتنا. طيب ازاي قدرتي تختاري التصميمات دي؟ يعني انت قلتي كان عندنا تركيز ان احنا نرجع ل 1900، يعني عرفت طبيعه اللبس كانت عامله ازاي؟ ابتديت ارجع لمراجع تاريخيه، وبعدين بعد يعني هو عامه اي نص او اي مسرحيه بتجيلي بقرا النص، وبعدين بقعد مع المخرج قبل ما اصمم اعرف بس هو بيفكر ازاي. مهم جدا، لان انا افتكر في مره عملت مسرحيه هاملت وكانوا لابسين جينز، لان دي كانت رؤيه المخرج، هو كان متناولها بشكل معاصر. فمهم جدا ان انا اقعد مع المخرج اعرف هو بيفكر ازاي وايه اللاين احنا هنشتغل عليه، الاسلوب والتصميم يعني. يعني مش شرط ان انا يعني بمثل حقبه زمنيه معينه ان انا لازم التزم بالملابس في هذا التوقيت، مش شرط. لا، ده حسب رؤية المخرج. هو حسب رؤيته، أو بيخليني أنا مديني مساحة إن أنا أقدر أعمل دوت. هو حسب ما بيتناولها. يعني مثلا في حاجات ما نقدرش نغير فيها مرجعية تاريخية، دي لازم نهتم بيها قوي. ودي كانت الرسالة بتاعت الماجستير بتاعتي، كنت بتكلم عن النقطة دي، إن قد إيه الأفلام أو الأعمال المسرحية كانت ملتزمة بمرجعية تاريخية أو لا. في حاجات ما نقدرش نتحرك فيها، يعني زي فيلم ناصر صلاح الدين، أي فيلم مثلا بيتكلم عن حقبة تاريخية معينة فرعوني او كده، لا ما نقدرش يعني ما نقدرش نجود فيه، او ما نقدرش ان احنا نحط بصمتنا، غير لو انت متناوله كمخرج وكدراما بلاين تاني خالص بشكل فانتازي او اسطوري. نقدر نعمل فيه، لكن لو الواحد متناوله زي ما هو يعني بشكل كلاسيكي، لا ما اقدرش، لازم اعمل مرجعيه تاريخيه سليمه. يعني دكتوره مروه، احنا يعني عامه بنشوف او يعني اكيد دورك هيبقى مختلف شويه مع كل شخصيه في العرض. يعني في شخصيات ممكن انت اكيد بتهتمي من تفاصيل من اول الشعر، الاكسسوار، اللبس، كل حاجه تفاصيل التفاصيل. ايه اكتر شخصيه خليني اقول كنت مركزه معاها قوي لان كان تفاصيلها كتيره، يعني بحسب ما طبعا اكيد المخرج كان وجهه نظره شايف العرض؟ هو في اي عرض مسرحي طبعا يعني الابطال، لان هم اكتر ناس بيغيروا، وكمان لازم بنعمل زي نص كده في التغيير، بس اللي هو ايه، طب ماشي احنا مثلا وهي هتغير 5 مرات على اثناء العرض المسرحي كله او 6 مسرحي كله، 6 مرات مثلا في الساعتين او في الساعه ونص اللي فيهم العرض المسرحي، طيب هي هتلحق تغير؟ طب ما ده لازم يبقى في بالتعاون مع مساعدين الاخراج ان في وقت ان هي تلحق تغير. طب لو في وقت هتلحق تغير فين؟ ومعايا وقت قد ايه؟ طب هو الطقم ده محتاج تغيير قد ايه؟ غير ان انا بصمم، لازم انا مش بصمم وخلاص، لازم ابقى عارفه مين الممثل اللي انا بشتغل معاه، طب الحاجات اللي انا عاملاها دي هتليق معاه ولا لا، كتصميم، كلاين، كلون، كماتيريال، يعني حاجات كتير. وبعدين بعد ما بعمل كل ده بعرف بقى ايه، طيب الحاجات دي هتليق مع الديكور، طب الحاجات دي هعرف اعملها مع الاضاءه. دي بقى هنا دور المخرج ان هو يضفرنا كلنا مع بعض علشان نقدر نطلع بصوره سليمه، ما تتعبش المشاهد وهو بيتفرج عليها، يبقى فيه زي تجانس او ان العناصر بتاعت الرؤيه كلها بتاعت العرض المسرحي طلعت بشكل جميل. عظيم. من الحاجات الجميله جدا والملفته بعد فوزك طبعا
بهذه الجائزة، إهدائك طبعا للمصممة المصممة الأزياء الراحلة نعيمة عجمي، إهدائك طبعا هذا الجائزة أو هذه الجائزة ليها، دي حاجة جميلة جدا. لكن عايز أعرف إيه السبب اللي خلاكي تعملي كده؟ الحقيقة أن أنا أستاذة نعيمة أنا بيربطني بيها علاقة كمان، يعني هي شخصية مش مجرد بس أستاذي، أو مش مجرد أن هي مصممة كبيرة وأستاذتنا كلنا، هي حقيقي على مستوى الإنساني إنسانة رائعة، وأنا ليا موقف كتير معها، وإحنا فقدناها في الفترة بتاعة الكورونا. أنا ما قدرتش أتغلب خالص على فكرة أن هي توفت، أو أنا ما قدرتش أستوعب ده. فلما هي توفت كان في عرضين هي كانت شغالة فيهم، كانوا مكلمينها عليها، بس هي ما كانتش لسه بدأتهم، منهم العرض اللي انا خدت عليه جايزه ده. فده كان الاول، هي اللي كانت هتعمل العرض دوت، واتمنى ان انا اكون عملته بشكل هي تكون راضيه عنه دلوقتي يعني. فعشان كده انا بهدلها الجايزه دي، واتمنى ان هي تكون يعني راضيه، أو انا عملته بالشكل اللي هي كان نفسها تبقى عامله. الاعتراف الجميل طبعا شيء مهم جدا. بنشكرك طبعا دكتورة مروة عودة، المدرس بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، شكرا جزيلا ليكي.